هذا وقد استطلعت كاميرا قناة طيبة الفضائية عددا من المراقبين حول أوضاع العمال وكيفية تصحيح أوضاعهم الوظيفية وتحسين أحوالهم المعيشية. نتابع. أي إعفاء لعامل أو إخصاء أو فصل من الخدمة يجب أن يكون بقوانين الخدمة المدنية المعروفة والمعترف بها. أما هكذا يعني الناس يقومون بهذه الإعفاءات، هذا يتعارض تماما مع مبدأ الخدمة المدنية، كما يتعارض مع حتى الشعارات المرفوعة من حرية وسلام وعدالة. نفتكر أنه الناس يجب أن لا يعني يتم إخصائهم إلا من تثبت عليه جناية أو يكون يعني تغلد هذا المنصب بطريقة غير شرعية. فوجئنا أول شيء سمعناه حق الإخصاء والتفكيك والتشتيت ونغابة الحزب الواحد وكذا، الكلام ده ما صحيح، والنغابات عندها مواثيق دولية وعندها يعني عندها قوانين وعندها لوائح وعندها جمعيات عمومية وعندها نظام أساسي بيحكمها. نحن بنتمنى إنه إخواننا في النظام الحاكم يعني يتعاملوا مع النغابات وفق القوانين، نحن غير القانون ما دايرين. من خلال الإجراءات التي تتم الآن ضد العاملين في فصلهم وإلقاء وظائفهم، نحن يعني بنأكد أنه عندنا رفض قاطع في أنه يتم فصل أي عامل من وظيفته إلا وفقا للإجراءات القانونية. الآن الشيء اللي بيتم ما فيها إجراءات قانونية، وفيها حقيقة ده حق من حقوق المواطن السوداني يتأهل ويقدم لوظيفة أخرى، فنحن حقيقة مع الإجراءات القانونية اللي بتأمن وتخلق استقرار في البلد. طيبة لحياة طيبة.